مع ارتفاع حمله التطعيمات وفرض تسهيلات جديده بعد الاغلاق الاخير انخفضت نسبه البطاله من 14% الى 9% مع عوده اكثر من 180 الف مواطن الى سوق العمل مع ان هناك يعني تراجع بنسبه البطاله ولكن هذا لا يعني شيء يعني تراجع بنسبه البطاله مع انخفاض حاد في الاجور هذا شيء يعني لا لا يتوافق مع الامكانات والتوجه الاقتصادي الذي يجب ان يكون بتحسين الوضع الاقتصادي للمجتمع. الان نحن نتحدث عن ارتفاع بالاسعار باسعار الحاجيات من ناحيه ومن ناحيه اخرى ارتفاع باسعار السكن. بينما نحن نتحدث عن الكثير ممن رجعوا الى سلك العمل ولكن رجعوا بشكل جزئي فقط يعني هناك هذا الانخفاض بنسبة البطالة لا يعني أن كل من رجع العمل رجع بوردية كاملة وبمستوى دخل جدي يستطيع أن يخرجوا من دائرة الفقر المعطى المهم الآن هو أن نسبة الفقر في إسرائيل ليس أنها لم تتراجع وإنما آخذة في التفاقم من مرحلة إلى أخرى نتيجة لانخفاض البطالة اتخذت الحكومة إجراء تقضي بموجبه بتقليص مخصصات البطالة للعاملين الذين خرجوا لإجازة دون راتب جراء أزمة كورونا ليبدأ تنفيذ القرار الشهر المقبل حيث تنتهي خطة الإجازة دون راتب الشهر الحالي بالشهر ثلاثة الحكومة شابت أنه بعد التطعيم وكل هذه الظواهر بلشت ترجع الناس على شغلها يعني لكن في ناس بعدها يعني مش بتشتغلش مثل الأوتيلات كلها مسكرة بعدها بلشت تنزل ترجع شغلها وهنا قاعد نسبة البطالة قاعدة في في نزول فشو الحكومة بتقول؟ كالتالي كل من اذا كل ما بتنزل نسبة البطالة أكثر أنا بقلل الفترة الزمنية مش لأخر ستة لأخر خمسة وهذا ساعتها الناس اللي, اللي بانين إنه حتى آخر ستة ساعتها بدهم يضطروا يرجعوا على شغلهم أو يفوتوا بوضعية صعبة نتيجة الوضع الاقتصادي اللي نحن عايشينه فالحكومة قاعدة تدرس هاي الإمكانية أنا أنا تقييمي حسب شو بسمع أخبار وكيف بنشوف الوضع انه بما انه البطاله تنزل تحت ال 10% صارت بحكيش على الوسط العربي بحكي بشكل عام في اسرائيل بحكي اقل من 10% شوي صغيره يمكن يعودوا يرجعوها لاخر خمسه الاذن بدون راتب كل من كان معه اذن دون راتب بدون راتب يقبض بطاله لحتى شهر خمسه على الرغم من الوضع الاقتصادي الضيق الذي يعاني منه المواطنون العرب بشكل خاص الا ان اعداد البطاله ما زالت كبيره حيث يرى خبراء في وزاره الماليه ان الغاء هذه الخطه من شانه تحفيز العاطلين عن العمل الى العوده من جديد